واحنا عايزين نحافظ على اهلنا وعلى اولادنا وعلى بناتنا وعلى الاسره المصريه، عايزين نحافظ عليها. وعشان كده تاريخ المراه بالنسبه لي اسرتي وجيراني كان اكثر من رائع. لم ارى يعني تضحيات ولا عطاء ولا رحمه ولا عقل، بلا مجامله قد اللي انا شفته في حياتي. واذا كنتوا شايفين ان انا بحاول اكون انسان كويس، فانا في الاخر ربتني امي، يعني هي اللي ربتني.